أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهله فلا يحوي نزقا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قادم بفريق المحاضرة الخامسة في شرح برنامج روبوت أركيتكتشر. سأقوم في هذه المحاضرة بإضافة البريكس. أذهب إلى الإليفيشن مارك رايتك عليه جو تو إليفيشن فيو. الآن أذهب إلى البريكس ليست بيك بوينت أضغط عليه أختار الإيست أو لويست. الآن أذهب وأختار إند بوينت هنا والإند بوينت هنا. أضغط إسكيب مرتين للخروج من الآن. بوينت بريس يربط هذا البيم وهذا البيم، وللتأكد من أن هذا البريس يربط هذين البيمين أقوم هنا بتغيير الإليفيشن لأنظر هل يتحرك البريس مع البيم. اضغط انتر. كما ترون قد تحرك هذا البريك مع البيم. اضغط كنترول زد للرجوع. الان وبنفس الطريقة اذهب الى البريس و كون بريس يربط بين هذه البيمز هكذا الى ان اكمل هذا الجانب. الان كما ترون هذه البريسز التي كونتها الان هذه هي، وبنفس الطريقة أضيف هذه البريسز إلى الأركان الأربعة في هذا المكان وإلى باقي الأركان الأربعة، وإن شاء الله سوف أغير خصائص البيمز والكولوم والبريس في المحاضرة القادمة، ولهذا أكون قد أهملت هذا الدرس.